نقلت قناه الاخباريه السعوديه عن احمد علي صالح دعوته دعوته للثار لوالده الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي قتلته ميليشيا الحوثي المسلحه. ونقلت القناه عن احمد صالح عزمه على قياده المعركه حتى طرد اخر حوثي من اليمن، كما دعا مؤيدي والده الى استكمال معركه الوطن ضد ميليشيا الحوثي.